دلوقتي معادنا مع جولة في السوشيال ميديا. نبتدي مع الأستاذ طارق أنديل، عضو مجلس اللي نشر صورة على تويتر محطوطة من ألمانيا وكتب الحمد لله على السلامة المحترم الغالي كابتن محمود الخطيب، ربنا يتم شفاءه. كمان محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن سبورتس على تويتر، الحمد لله على السلامة يا صاحبي، يلا في شغل كتير مستني، ربنا كريم. كمان كتب الفنان نبيل الحلفاوي على تويتر، الحمد لله على الكابتن محمود الخطيب وعلى بيته واهله ومحبيه ثم الى بيته الثاني باذن الله، اتم الله شفائه ومتعه بالصحه والعافيه. كمان نشرت الصفحه الرسميه لنادي الجونه على تويتر صوره الكابتن بيبو، وكتبت التقينا امس بكل سرور خبر عوده الكابتن محمود الخطيب لمصر سالما، نتمنى رمز الكره العافيه. اما مؤمن زكريا، اللي بعده مع النادي الاهلي على الانستجرام وعلق المهمه تمت. عالميا كتب محمد النني على تويتر بعد فوز ارسنال على توتنهام في ديربي شمال لندن 4-2، دايما شمال لندن سيب اللون الاحمر. كمان نشر اوباميونغ لاعب الجانرز واللي احرز هدفين صور على الانستجرام من المباراه وكتب اجواء رائعه شكرا على دعمكم الكبير. نشر مسعود وزال كمان صوره على تويتر وكتب عندما يقوم كولا سيناك بشد راية الركنية تعلم أن شيئا ما كبير على وشك الحدوث، فخور بالفريق كله، شمال لندن أحمر. برضو نشر ألكسندر أيوبي لاعب أرسنال صورة لي على تويتر من مباراة وكتب شمال لندن لونه أحمر. نشر ألكسندر لاكاسيت اللي أحرز الهدف الثالث للجان صورة لاحتفاله بالهدف على تويتر وعلق وقال لم أرى ملعب الإمارات بهذا الشكل من قبل أبدا، لقد كان رائعا حقا، شكرا لجماهيرنا شمال لندن أحمر. السويسري شيردن شاكيري لاعب ليفربول الإنجليزي نشر صورة على تويتر من ديربي المرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون واللي انتهى بفوز ليفربول 1-0 وكتب المدينة تكتسي باللون الأحمر أحسن ما جاء، ضللنا على اعتقادنا حتى النهاية، الأجواء بالأنفيلد كانت رائعة الليلة. كمان بعد فوز تشيلسي على فولهام 2-0 في البريمير ليج نشر البلجيكي أرن هازارد لاعب البلوز صور على الانستغرام من المباراة وكتب أحسنتم، ثلاث نقاط أخرى شكرا على دعمكم اليوم في ستانفورد بريدج. أنتونيو رودريجر لاعب البلوز صورة على تويتر من المباراة وعلق أنجزنا المهمة بنجاح. في فرنسا بقى نشر كيلين مبابي لاعب باريس سان جيرمان صورة على تويتر من مباراة بوردو بالدوري الفرنسي واللي انتهت بالتعادل 2-2 وكتب النتيجة مزعجة قليلا، نحاول دائما أن نقدم أفضل ما لدينا. نشر دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان صورة على انستغرام من المباراة وعلق إلى المباراة القادمة. لويس سواريز لاعب برشلونة الأسباني فنشر صورة على تويتر مع بيكي وكارلوس لينا واللي أحرزوا هدفين في فوز البرسا على فياريال وكتبوا لبيكي ثلاث نقط مهمين، مبروك بيكي، تذكرت ان المدافعين يمكنهم التسجيل ومبروك على هدفك الاول في الدوري الاسباني. كمان سيرخي روبرتو لاعب البارسا نشر صوره معاه على تويتر بعد المباراه وكتب مبروك على هدفك الاول والى مزيد من التالق ثلاث نقط مهمين. كمان ارتورو فيدال نشر صوره ليه على تويتر من المباراه وكتب نستمر في اضافه ثلاث نقط اخرين لنواصل العمل. اخيرا على لويس كاري حارس مرمى بشكتاش التركي على فوز فريقه قدام جالاتا سراي 1-0 ونشر صورة على تويتر بعد اللقاء وكتب اسطنبول أبيض دمير.